لطيف ونهاركم زين. مرحبا بك، أهلا وسهلا. إذا يعني بالإمكان التوقي من الحرارة، لابد أن نخف ونرتب شوية الأمور. أي نعم، هو كل عام معناها بتزامن مع حلول فصل الصيف، وفما تنسيق كبير زادة مع معناها المعهد الوطني للرصد الجوي وبرشا معناها مدخلين في هذا المجال للوقاية والترصد وكل. نعم. دونك نعملوا تقييم معناها للسنة الفارطة من الناحية الصحية، فماش إصابات نتاع ناس جات جراء ارتفاع درجات الحرارة في الفصل الفارط، ويبدأ فما معناها تتبع مستمر للحالات هذه باش نعرفوا احنا المؤشرات. نعم. عناه الحق وزارة الصحة سجلت شوية ارتفاع في الحالات، هي ما هيش معناها خطيرة برشا، لكن لاحظنا أنه العدد معناها ارتفع بالنسبة للسنوات الأخرى، وإحنا لاحظنا اللي السنة الفارطة جات معناها فترات متزامنة وفي جرة بعضها هكا متتالية تجي درجات الحرارة ترتفع معناها أيام وليالي معناها مستمرة. نعم. اللي نعبروا عليه بالفرنساوية الكانيكول، هذه هي تجي فترة معناها بين نهارين وثلاثة أيام متتالية الطقس معناها درجة الحرارة ما تنخفضش، معناها تبدأ كما النهار كما الليل كما نقولوا احنا كالشهيلي والواحد، دونك هذاك من غير حتى ما تبدأ الشمس ساطعة. ارتفاع المتتالي في درجة الحرارة يخلي معناها بعض فئات من الناس ما ينجموش يدافعوا معناها صحيا على الجسم نتاعهم ويتنساو، نقولوا احنا يتنساو خاطر هي راهي العباد يقول لك نصايح خفيفة شيء ما فيها، لكن احنا نذكروا الناس باش ما يتنساوش، وخاصه الفئات شكونهم الناس الكبار في السن صحيح، واللي عندهم امراض مزمنه خاصه والصغار، وفما والصغار الاطفال والرضع، وفما فئه النساء الحوامل اللي هما زادة ناشطين ويخرجوا كل شيء، هذيك زادة فئه هشه، هذو معلاش خاطر معناها الاحساس بالعطش عندهم ينقص شويه، دونك انسان كبير قد ما تتفقده وتقول له يا بابا ولا يا امي شربتش الماء، وقول له مانيش عطشان، لا هذاك راهو ماهوش معناها كافي انه هو باش يحس بالعطش. نعم. يلزم فما معناها كميه نتاع ماء يستحقها الجسم، وخاصه كي ترتفع درجه الحراره يلزم الكميه دي نحرصوا باش تكون معناها 100% يستهلكها جسم الانسان، مع وسائل خفيفه معناها اخرى ان ما نخرجوش في النهار في الذروه اللي هو بين العشرة متاع الصباح وما ثلاثة متاع العشية، معناها اللي باش يخرج معناها يلزم يهز معاه دبوزة ماء معناها في متناول الجميع. إيه ولكن ما نجموش نتحكموا في الحكاية هذه لأنه الضرورة تستدعي باش نخرج وقت الحرارة باش الناس تمشي تقضي قضيتها وتمشي الإدارات وتمشي تعمل اللي أي نعم أي نعم، هو قدر الإمكان معناها أنا إنسان كبير معناها ماهوش يخدم ماهوش ناشط معناها في الحياة، أي مش بالضرورة باش يخرج، فوالا حتى كي باش يخرج يقضي قضيته ويبدا تبارك الله بصحته وكل يخرج يعمل المرشي نتاعو في الساعات الاولى من النهار يمشي يقضي قضيته يروح بكري، وكان خرج في اوقات الذروه هذوما اللي احنا ما نحبذوهمش يلزم يقي نفسه بوسائل معناها بسيطه، ان يعني يلبس لبسه خفيفه، يحط قبعه على راسه، يهز دبوزه ماء ديما في يده، معناها يقطع المسافه اللي باش يقطعها على ساقيه والا باش يمشي في وسيله نقل تكون معناها مش مسترسلة لساعات، كان ناوي يعمل سفرة طويلة معناها ياخذ فترات يرتاح فيها، معناها يبعد الكهرباء يحلها يهويها، معناها فما عدة آليات بسيطة راهو الناس الكل كيف نحكيو لهم هكا يقول لك شيء ما فيها، لكن هذه ضرورية أن ما نتنساوهاش، وبالطبيعة فما الأطفال هذوكم اللي نهزوهم في العطلة توا إن شاء الله الناس الكل باش تخرج للمصيف أنه نتفقدوهم تحت الشمس، هذاك معناها ما يلزمش نخليوه صغير ونقولوا ها وليد صغير ويحب يلعب وكل شيء، يلزم نحميه له جسمه ديما حاجه فوق راسه، يعمل لك الفترات يغطس في الماء ويخرج ونخليهوش يلعب، كان هو صغير جينيرالمون صغار ما يحبوش الماء ياسر، يحب يلعب في الرمل، حطوا الباراسول، ديما معناها نتفطنوا للحاجات البسيطه هذيا باش ما نطيحوش في معناها المضاعفات معناها نتاع جسم الانسان اللي هي تظهر بعد. نعم. مش نهار اللي هو يتعرض للشمس. لا بعض يجيوا الوالدين يجيبوا صغارهم الاستعجالي ويقول لك عنده نهارين فاشل، ديما يقول لي احى في راسي مثلا، ويحس عنده درجه الحراره حتى كي تعطيه المخفض الحراره ما تهبطش، هذيك علامات ضربه الشمس اللي احنا دخلنا في الخطوره. وعلاش الخطوره؟ خاطر جسم الانسان هذايا الصغير ولا الكبير الانسان المسن جسمه ما يدافعش بالطريقه معناها نتاع انسان شاب معناها جسمه لباس وكل شيء، دونك ديما يستحق انه
باش نعاونوه بمعناها ادويه ولا حاجات معناها طبيعيه. على كل حال دكتوره هند الشابي بارك الله فيك، وان شاء الله في فرصه قادمه قريبه نعاودوا نتصلوا بك لمزيد تحسيس وتقديم هذه النصائح لعامه الناس، فئه الحوامل كما قلت والاطفال والرضع والكبار في السن. شكرا دكتوره هند الشابي مديره مركز العمليات الصحيه الاستراتيجيه بوزاره الصحه. الطبيب لي انا بهضي فقل